السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم. انا دابا كنت في CVS وغادا للدار، قلت اجي ندير واحد الفيديو نشرح للبنات شويه على CVS، على داكشي اللي عارفه انا. CVS هو ستور كيعطيك الحق بانك تستعملي، كيعطيك الحق بانك تستعملي الكوبونز في الديلات اللي كيكونوا في المنتوجات اللي كيكونوا عندهم الكوبونات ديالهم، يا اما في النيوز بيبر في الكوبونز في المجلات اللي كيكونوا بنهار الحد، ولا في الكوبونات اللي كيتطبعوا من الانترنت، ولا الكوبونات اللي كيتطبعوا من ديك الريد ماشين. هذيك الريد ماشين هي واحد لا ماشين كاينه في CVS، كتسكاني الكارت ديالك ديال CVS، الا عندك شي كوبون في الكارطه ديالك كيخرجوا. هو اول حاجه المحل ديال CVS كتحلي كتاخدي كارطه من المارشي، كتليشارجي الاب ديال CVS فارماسي في التليفون ديالك، من بعدها كتدخلي الكارطه ديال المعلومات ديال الكارطه وكلشي باش يبداو يجيوك الكوبونات. كتسجلي بالايميل ديالك معاهم، بالرقم ديال التليفون، بالكارطه، بالرقم ديال الكارطه اللي كتاخدي من عند المارشي. من بعدها كيجيوك الكوبونات نهار الثلاث. شي كوبونات كيجيو نهار، الاغلبيه كيجيو البرسنت، بحال 20% ولا 30% ولا 40% على حسب. ايوا ولا كتجيك $5 اوف 20، يعني الا سبينديتي $20 كينقصوا لك 5 على حسب. المهم هادو الايميلات اللي كيجيو نهار الثلاث. كاينين الكوبونات اللي كيجيو نهار الحد، كيجيو نهار الحد يعني اليوم السبت، يعني من مور 12 الى قلبتي CVS اب ديالك راه غادي تلقاي عندك الكوبونات، وهي الكارطه قد ما استعملتيها قد ما كيجيوك الكوبونات. راه ما يمكنش انك انه يجيوك الكوبونات وانت ما كتخسكي تبداي تحركي ديك الكارطه باش تبغي يجيوك الكوبونات. قلنا CVS كتشختي معاهم كارطه، كتسجلي الكارطه ديالك في 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 كتسجليها معاهم بالايميل ديالك، كتمشي للكيوبان.com، نو ماشي كيوبان.com، كتمشي لCVS.com، كتسجلي بالايميل ديالك، بالمعلومات ديالك، بالرقم ديال الكارطه اللي خديتي من المارشي، بالرقم ديال التليفون، المهم كتدخلي المعلومات ديالهم كاملين. من بعدها كتمشي كتيليشارجي CVS اب في التليفون. ملي كتيليشارجي CVS اب في التليفون، من تما اي حد بالحد ولا ثلاث كيجوك كوبونات، يا اما كيجيو الايميل ديالك كتلقاي CVS ايميل من CVS، ولا كتمشي نهار الحد كتمشي لهذا، كتمشي للاب، كتقلبي الاب، الا عندك شي كوبونات وصلوك راه كيبانوا لك في الاب. ما بانوكش في الاب غادي تمشي لCVS.com، يقدروا يبانوا لك تما، وكديري لهم سيند تو كارت، ولا كديري برنت، ولا كتطبعيهم، ولا كتمشي للسطور لهذيك الريد ماشين، كتسكاني الكارطه ديالك، عندك شي كوبونات تما تيخرجوا. هادوك الكوبونات اللي كيخرجوا من الريد ماشين عندك الحق تستعمليهم مع كوبونات اخرين اللي كيكونوا مطبوعين من الانترنت، ولا هادوك اللي كيكونوا في المجلات. يعني تقدري تكومبايني بجوج بهم، يعني هذاك الكوبونات اللي كيتطبعوا لك من الريد ماشين كيتعتبروا ستور كيوبان، وعلى هذوك ديال المجله يعني تقدري تستعملي جوج كوبونات في منتوج واحد. هذه واحد القضيه. كما قلت لكم هو كيكون فيه ديلات صراحه زوينين، وكيقول لك شري هذه وترجع لك، بحال حنا كنقولوا زعما بغيت نعطي شي مثال، ما علينا، كيقول لك هذا شري، نقولوا حنا هذا العرض اللي دايرين بانه شري الحلوه كدير 1.99، انا غنوريها لكم، هي كدير 1.99، يعني كيقول لك شري وحده بدولار 99 وترجع لكم انا مقصود الضو الاحمر، هذه كدير دولار 99، كيقول لك شري وحده وترجع لك، شري وحده بدولار 99 ترجع لك اكسترا كير باكس بدولار 99، يعني داكشي اللي كتخلصي داكشي اللي كيرجع لك ياك. هو عاوتاني هذيك دولار 99 اللي كترجع لك عباره على ورقه، تقدري تعاودي تستعمليها في اي حاجه اخرى، تقدري تشري بها اللي بغيتي، تقدري المهم كتروجيها كتعاودي تستعمليها في حاجه اخرى. هذه الاكسترا كير باكس. شنو اخر؟
وهو دوك الكوبونات اللي كيكونوا 30% ولا 20% ولا هذا، الا عندك جوج عندك الحق تستعملي جوج ديال البرسنت. بحال دابا عندك 40% ولا 20%، عندك الحق تستعمليهم بجوج في نفس المنتوج. لنفرض انه غتشري المنتوج كيدير 10 دولار، وعندك كوبون فيه 20 دولار، 20% اوف و 30% اوف، يعني عندك الحق تكومبيني بيناتهم، يعني 50% اوف يعني الحاجة غادي تنقص لك فيها 5 دولار، يعني غادي تاخديها بنص الثمن. 50% كتمشي مع هذاك البرسنت وكتاخديه بنص الثمن. هادشي اللي جا لي دابا في راسي. نتمنى اني نكون فدتكم شويه في هذا الفيديو هذا. وهادشي اللي كاين، قلنا السي في اس كتحلي معاهم كارطه، كتسجلي الكارطه ديالك في cvs.com، كتيليشارجي الاب في التليفون ديالك، كتبداي كيبداو يوصلوك الايميلات نهار الثلاث والحد، هادو يومين اللي كيصيفطوا فيهم السي في اس الكوبونات. يا اما كتمشي cvs.com كتشوفي الكوبونات اللي جاوك، ولا اللي كتمشي للسي في اس اب حتى هي كتدخلي بالايميل والباسورد كيعطيوك الكوبونات اللي جاوك. بغيتي تطبعي دوك الكوبونات كتمشي للسطور لهذيك الريد ماشين، كتسكاني الكارطه ديالك كيخرجوا لك الكوبونات. هي واحد القضيه كاينه تيقولوا لها البيوتي كلوب، كاينه في السي في اس اب، هو كيقول لك ملي كتوصلي لواحد القدر ديال الفلوس في واحد في واحد في واحد الحاجه كيردوا لك عليها الفلوس. دابا دايرين البيوتي كلوب بحال دابا المكياج، كاينه على فرماسيا بانك كتشري الدواء كيرجعوا لك، ولكن خصك نقولوا حنايا دايرين دابا خصك 10 ديال البروسكريبشنز من الطبيب وغترجع لك عليهم 5 دولار. البيوتي كلوب دائما كتكون يعني اي حاجه سبينديتيها في الماكياج كيرجع لك عليها الفلوس، يعني دايرين 10 دولار عليها 10 دولار عليها دولار، شحال هادي كيديروا 50، قال لك سبيندي 50 دولار ترجع لك 5، دابا دايرين سبيندي 30 ترجع لك 3. هي باش زوينه انه كيحسبوا لك الثمن ديال المنتوج قبل الكوبونز، يعني واخا المنتوج انت كي انه يكون رخيص وفيه بروموسيون استعملت فيه الكوبون وخديتيه فري ولا شبه فري ولا غير فيو سنت، كيتحسب لك الثمن ديالو الحقيقي بالبيوتي كلوب، يعني ما كينقصولكش ما تيحسبولكش المنتوج بعد الكوبون، يعني قبل الكوبون الثمن ديال المنتوج. يعني هذه القضيه هذه زوينه، يعني كتستفدي من واحد الناحيه انك كتسيفي بالكوبونات، من واحد الناحيه انه كتردي الفلوس من هذا البيوتي كلوب هذه اللي خاصه فقط بالماكياج، خاصه فقط غير بالماكياج. شنو اخر؟ هما عاوتاني كيكونوا كوبونات، كوبونات في كيوجيوك كتكون مكتوبه فيهم اونلي اب، اونلي اب يعني هادوك ضروري خصك ديري لهم سند تو كارد، ما كيتطبعوش، ما كيتطبعولكش لا من الريد ماشين ولا من كيوب من سي في اس داكم، يعني خصك ديري لهم سند تو اب، يعني اللي كتكون باش كيبداو ب اونلي اب. كاينين الكوبونات عاوتاني في نفس في الاب ديال سي في اس داكم ولا في سي في اس اب، انا وصلت للدار، ولا سي في اس اب كتستعمليه بحال مانيفاكتور كيوبون. مانيفاكتور كيوبون يعني ما عندكش الحق تستعمليه مع كيوبونز اخر من غير الا كنتي غتاخدي اكثر من منتوج، يعني كيمشي كوبون على كل منتوج. هادوك بحال الكوبونات العاديه اللي كيكونوا في المجله اللي كيكونوا مطبوعين، هاد الكوبونات باش كتعرفوهم بانكم راه غادي تستعملوهم ما عندكمش الحق تستعملوهم مع حاجه واحده اخرى، هي كيكونوا فيهم تصاور ديال المنتوجات بحال هادوك اللي كيكونوا في الانترنت على حسب من كيوبان.com ولا smartsource.com ولا readplum.com، يعني كيكونوا كيوبونات عاديين. هذا الشيء اللي كاين البنات، نتمنى انني نكون فدتكم، ومرحبا بكم عندي في الجروب في الفيسبوك اللي هو Arab Coupon Ideals. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، والله يصبحكم على خير وصافي. يلا السلام عليكم.